هلأ بفهم إنك عم تهددني؟ ها؟ بلال بيكون ابني، وأنتو من زمان كتير أخدتوه مني. بعدين فتون رح تكون مبسوطة وقت تشوف ابنها اللي مفكرته مات بعد ما ولد. أنا كمان رح أخلص من عذاب الضمير اللي حامله. مستحيل تسترجي تعمل هيك. شوف، رح أسترجي وأعملها. رح أحكي كل شي لفتون، ورح أخذ بلال ونرجع عائلة وحدة. بعدين ليش أنا اللي لازم أكون خسران بهالموضوع دايما؟ ما رح تعمل شي. أنا مستحيل أقبل باللي عم تقوله. مستحيل. مستقبلكم متعلق ببلال، ما هيك؟ أبي هيك كان يقول دائما. وتسنيم كمان رح يجي يا بنت. خلص، مقطوع عندك الأمل. هلأ كل أملك هو ببلال. لهيك ما عم تقبل بابنك المعاق. بلال بيكون ابني، وهالشي ما عم تستوعبه. ما بعرف شو قلك، بس هذا ابني ومكانه جوات بيتي، لأنه أنا بضل أبوه. رسولك، أنا فيني قتلك هلأ. شبك عدنان، شو صار لك؟ هذا رح يعرف أي شيء. فتون، لازم تعرف أنه بلال هو ابنه وماله ابن نارين. بلال مانو ابنك أنت، هو ابني أنا مراد. عم تفهم؟ ما رح تاخده مني. بدي قتلك يا حقير. أهلين وسهلين. أهلين فيك. مرحبا مرد بيك. أهلين وسهلين. أهلا، مساء الخير. مساء النور. يلا بالإذن، تفضلوا. أهلا وسهلا، شرفتوا. مساء الخير. مساء الخير. تفضلي منهم. رئيس البلدية هون بالمعرض، منروح منحكي معه؟ رح يكون مبسوط، شو رأيك؟ طبعاً منروح. طيب أنا هلأ رح روح أتفرج على الصور وبعدين بلحقك. رح رافقك وإنتي عم تتفرجي، متأكدة إنه رح يعجبك كتير. قال لي زياد إنك إنتي ما زرتي هالفتي من أول ما تزوجتي، مو غريبة؟ مراد بيك، انت عيلتك كلها هنيك، وكمان معاملكن، وحسب ما بعرف دائما بتروح وبتجي. ليش ما اخذتها معك لفتون خانم؟ ما صحت لنا الظروف. تولين، شو بك؟ شو صار لك؟ رح روح شوفهم للصور.
شكرا لك. بلال، دخيل عيونك يا ابن البطل يا وحش. يلا يلا اشوف. أنا هون، تعال. أول مرة؟ ممتاز. فوت. راسي كتير عم بيوجعني. كأنك مستحي من عدنان، بس هو بيرفع راسه فيك. كأنه هالصورة صورتك أنت، قصدي كأنه هالصورة مأخوذة وقت كنت ولد. صحيمه بالأبيض والأسود، بس بيشبهك كتير وبيشبه ابننا جواد بس على أكبر. شايف؟ ليكون بيقربك معقول؟
ما بعرفه. بيكون شي حدا من ضيعتنا. ما جعت كابتن؟ شو رأيك أعزمك ناكل بشي محل؟ أمي عم تستناني عمي. طالما هيك منروح على البيت. عجبتك هالمرة؟ لا تخجل يا أزعار، لا تخجل. يلي بيشوفك بفكرك طلعت بدون ما تخلص شغلتك. فك الحبل أشوف فك. يلا ركاب. اشتريتي كتبك؟ اشتريتهم بس ما كفوني المصاري مشان كل الكتب. طيب إذا سألوكي قولي لهم هذا اللي قدرنا عليه. أختي هدول كانوا موجودين عنا هون؟ إيه، هاد عدنان بيك صاحب الأرض اللي بيشتغل فيها، مرق يشوف شو لازمنا، دائما بيسأل علينا، بيجيب لنا مونة وشوية أغراض بين وقت والتاني. عن جد هالزلمة منيح؟ ايه كتير منيح. ملاك، انت يلي عملتي كل هالاكل؟ ايه انا اللي عملته. بجنن لما أمي وأختي بيطبخوا بتكون الطعمة غير شكل. أنا عم علمه لنسوانك، بس هاي الشغلات لازم تصير من قلب الشخص. عصيم كل هاي أنت بتحبها. أمينة خدي وخليه ياكل جوا. بلال كل انت قبل ما يبرد اكلك. عدنان ابني ليش عم تعمل هيك؟ هو ابنك انت نسيان هالشي؟ هلا يعني قعدتونا على الاكل، وينو هالاكل بالله؟ مو قلتوا فروج؟ امي بالمطبخ لحالها، اكيد رح تتاخر. أميني قالت لي روحي قدي لأنه أنت حامل. إيه مشان تعرفي قيمتها، ما في وحدة بالدنيا بتعامل ضرة إلا بهالطريقة. أنا جبت قبلك 5 أولاد وما تدللت ولا مرة هيك. شايفة أمي؟ كأنه مفكرة حالها رح تجيبه للصبي لحتى عم تدلل هيك. يسلموا هالإيدين يا بنت خالتي الشاطرة. أمي هي أطيب طبخة بحبها. صحتين وعوافي ابني. عدنان ها؟ بكرة بجوز يجي مراد لعنا. بالله عم تحكي جد؟ يا ترى شو بده يطلب ابنك الغالي المصون؟
نارين حكى معك شيء؟ ليش بده يجي؟ بنوب لهلأ ما خبرني، صار له شهرين ما اتصل. يعني هالولد ما بيسأل علينا إذا ما بده شيء؟ على الأقل يسأل عن هالمسكينة اللي عم تستناه. استني شوي، استني بس يجي والله لأحكي معه كم كلمة. أنتي إياك تتدخلي بيناتنا من شان ما خجلك. آه أنا وابني بناكل لحالنا، أصلاً الجو هون أحلى بكتير. بابا ما بده يعني ما بيحبني. معقول اللي عم بتقوله؟ يعني هلأ الضفر بيطلع من اللحم؟ أنت الولد الوحيد اللي عند أبوك، بدك تحمل اسمه؟ والله هو بحبك أكثر من روحه ابني. كل اللي صار هلأ قصة فاضية وبس، هو بيغار عليك، لا تزعل منه، لا تقهر قلبك يا حياتي. انت يلا يلا بالهنا. مراد عيونه. صباح الخير. بتعرفي اني اشتقت لك كثير. اذا هيك لكان خلينا اليوم نفطر سوا. رح أتأخر على الطيارة. لوين رح تروح اليوم؟ على هالفتي راجع مو مطول. طيب ليش ما خبرتني من قبل؟ حياتي أنا راجع اليوم مو مطول. بالعادة ما بتنسى تحكي لي، كان لازم تخبرني من قبل. شو عم تعمل؟ مو على أساس رح تتأخر؟ أخيراً فاق ابني البطل. حبي شو نقيت أنت هلأ تيابك مع دادا مريم ولا لسه؟ إيه جهزتهم من قبل ما نام لأنه دادا مريم ما بتخليني نقيهم بس فيه. آه نسينا نجهز لك إدويتك. أنا بجهزهم لحالي، رح أخذهم مرتين باليوم، والله كتير سهلة. مو مشكلة، خلي دادا مريم تشربك، هي بتعرف مواعيد الدواء وكمان مشان تاخده على الوقت. يلا روح أنت على الحمام وأنا رح فيق أخواتك. Thank you.
دراسة من الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير؟ برأيي أنت تروحي وتصحي عايدة، طول الليل عم تسمع موسيقى والله صرعتني. اليوم في امتحان ورح ترسب إذا ضلت هيك. ماشي، أنت لا تاكلي هم، أنا هلأ فايقة، بس انزلي افطري. ماشي. عايدة بنتي؟ قومي لشوف. أوف، شو بدك يا الله من عز الصبح؟ شو اللي صاير حتى عم تفيقوني؟ ما حضرتك عم تسمعي موسيقى بنص الليل. طيب مو أحسن لو كنتي عم تحضري للامتحان؟ خلاص، بلا ما أروح اليوم. عايدة، لسه بدك تحضري حالك وتنزلي تاكلي، يلا. رح قوم بسرعة. بدي أزعل إذا ما نزلتي. بأمرك. توصل بالسلامة. رح ترجع اليوم ما هيك؟ بتصل فيكي. شوفي. بحبك بجنون. كمان أنا بموت فيك. وهلأ مين بدو كريب بالعسل؟ مايا وكمان أنا. وإنت شو بدك بوموك؟ بوموك بدو كريب بالعسل كمان. بتأمر. لسه بكير كتير على الدوام. إذا رحتي جوعاني على المدرسة ما رح تركزي على أي شي من الدروس تبعك. دادا مريم عم تحكي مزبوط. لسه بابا نايم لهالوقت؟ راح على هالفتي، بس المسا رح يرجع. بابا. ها؟ يي؟ شو صار؟ ليش رجعت؟ ما بستون قبل ما اروح. صباح الخير بابا. صباح النور. صباح الخير. مو قلت لي رح تكون هون المساء؟ ما هن علي يروح بدون ما ودعهم مثل العادة. في شي يقول؟ رح روح. يا أولاد، المساء رح نكون كلنا سوا على العشاء، ماشي؟ بدنا ناكل بيتزا ونشوف فيلم رعب. يا سلام. الحمد لله على السلامة معلم. أهلا رضا. تفضل. يسلم. دائما نفس النغمة، عم يقولوا استنوا شوي كمان. طيب إذا ما بدهم يبيعونا لمين بده يبيعوا الفستق؟ راح يروح كله على الكب صدقني. عكلن اتركهم بحالهم، لا ترجع تحكي معهم. كيف ما كان ما في حدا بيعطيهم مصاري مثلنا وراح يجوا اجرهم فوق رقبتهم.
ماشي معلم عدنان. عمو؟ أهلين بلال. شو بدك مني؟ ليش جبتني من المدرسة؟ أنت مدرستك رح تكون هون يا سبع، وأنا بدي يكون إلك معلم. لا تهتم باللي عم بيعلموك يا هنيك. ليك لا تصير مثل أبوك اللي عم ينزعلنا الشغل. هذا أول درس عنا هلأ، خود هالسند وروح عالسوق وحصله. حاضر عمي. يلا ورجيني نباهتك يا سبعي يا بطل. معلم عدنان؟ ها؟ يعني معقول تعطي السندات مشان يحصلون؟ نعم معلم، بجوز يحاولوا يؤذوا للولد لأنه هالناس هدول كتير زعران. شو نسيت؟ مروان، الواحد طول حياته ليصير بياكل قتل. من بعدي أنا هالولد، إذا هلأ ما تعلم فما راح يتعلم أبداً. بعدين أنت لا تقلق، بعرف أنا أربط حماري على المربط. روح أطلب لي شاي. رضا وينه أخي؟ المعلم عدنان بالمعمل. منروح لهنيك؟ لا لا، الأفضل روح البيت، بدي شوف أمي. حاضر يا بيك. نحن منفتخر فيها بالمدرسة وبدنا من مايا علامات عالية هالسنة. على فكرة شو ما قلنا عليها فهو قليل، بس طبعاً عايدة وضعها كتير مختلف. كيف يعني؟ في شي زعجكم منها؟ بجوز مايا أشطر منها، لكن عايدة ما أنا كسلانة بنوب وماشي حالة. أنت سمعتي بالرحلة اللي عملناها إلون هداك الأسبوع؟ إيه نعم، رحتوا على كارتبي. حتى عايدة قالت إنه أنتوا انبسطتوا هنيك، ومايا لأنها ما راحت قالت لها راحت عليكي كتير شغلات. فتون خانم، عايدة وقتها كانت غايبة عن الرحلة. شو قلتي؟ ما فهمت. مو معقول، مستحيل. شو قصدك؟ إجا مراد هلأ. الحمد لله على السلامة. شلونك؟
بلال مو هون بالمدرسة، خليني خبره مشان يجي. آه وأخيرا ابني مراد إجا لعنا، حمد الله على السلامة. شو اشتقت لك يا روحي. مراد شبك ابني؟ ليش هيك نحفان؟ أنا منيح. مراد أهلا وسهلا. أهلين مرت أخي. رح حط الفطاير على الصاج، أعمل لك جنبون شاي؟ مو جوعان هلا، أكلت بالطيارة، بعدين لازم أطلع فورا، بدي روح شوفه لأخي. مثل ما بدك، معناتها بخلي العجين يتخمر، بخليه للغدا، أنت روح هلا شوف أخوك ورجع فورا. مثل ما بدك. امشي. تشرب فنجان قهوة؟ مو مصدقة بنوب. طيب وين رح تروح بهالتلات أيام لوحدة ومع مين؟ ممكن حدا يفهمني؟ عم نعمل تحقيق إذا في طلاب غيرها أخذوا إذن من أهله مشان الرحلة وما راحوا. حسب اعتقادي ما كانت مع حدا من رفقاتها بالمدرسة. لا يا الله، أنا ما عم صدق. فتون خانم اهدي شوي، لما كنا شباب كنا نوقع بهيك أخطاء. المهم هلأ نحنا نعرف وين كانت ولشو كذبت. ما عم صدق اللي سمعته، ما عم صدقه بنوب. صحيح عايدة وحدة متهورة ولسانها حد، بس مستحيل تساوي مثل هيك شيء. متأكدة من بنتي. فتون خانم بيصير مع المراهقين هيك شيء. عكل حال أنا بشكركم كتير لأنكم خبرتوني. فتون خانم لو سمحتي في شيء تاني رح نحكي. طيب أنا صار لازم أمشي، خاطرك فتون خانم. الله معك. كيفك؟ كان عندك كم مشكلة خلصت هلأ منهم؟ لا، المشاكل صاروا أكبر. أنت كنت المحبوب بهالعيلة يا مراد، كنت أشطر من الكل، وأكيد رح تطلع من هالأيام السوداء، أنا متأكدة. نارين، حضرتك ومراد بيك من الناس اللي بتعز علينا. لهلأ البنك والمدرسة كانوا عم يتعاطفوا معكم، بس مستحيل يكون صاير الشي. مو معقول، جابوا موظف جديد على المحاسبة وأكيد صاير معه خطأ مو مقصود. بدي خبر مراد. فتون خانم هالقصة مو جديدة، من هذيك السنة في عليكم تسديد أقساط شهرين، ونحن مو حاسبين أقساطكم لهالسنة. أكيد في شي غلط مو مقصود، بدي خبر أنا مراد بهالقصة. مدير المحاسبة حكى أكثر من مرة مع المحاسب اللي عند زوج حضرتك، وقال له انه رح يسددوا كامل المبلغ، بس ما سدد لهلا المبلغ. وطبعا بهي الحاله رح نضطر نلغي تسجيل عايدة ومايا من عنا. رح شوف مراد وخبرك. وعد لحضرتكم قبل ما يخلص دوام اليوم رح يتصحح هالغلط. شكرا لك. الله معك. حياتي أنا موجودة بالمدرسة، في مشكلة كبيرة صايرة، بتمنى تحاكيني بسرعة. Thank you.
سواد ولا؟ سندات عليك، عم تنسى انك ما سددت؟ عذبت حالك والله. طيب فرقنا من هون بلال، لا تعطلنا اللعبة. العب لك. روح انت، خليني اشوف هالولد كيف بيحب يلعب. شو لك؟ جاي تتشاطر؟ احكي، ها؟ صرت مجرم هلا ولك؟ بدي مصرياتي منك، نحن ما بدنا قتاوي، بس اعطينا هالديون. انت بالاصل لو كنت زلمه كنت لحالك سددتهم على الوقت. احكي مثل العالم والا بفرجيك اجرامي ورجوليتي. انت ما تعذب حالك، احسن ما خلي الرجوله تبعك تسلم عليك. قديش المصاري هدول؟ عم بقول لك قديش؟ 2200. هي زيادة، ابقى لحالك تدفعهم بدل ما تدفعهم بالغصب. أهلين وسهلين. قولي لي شو الموضوع؟ مرحبا يا بيك. مرحبا. مراد بيك، أهلا وسهلا. مروان كيفك؟ نشكر الله ونحمده. وينه أخي؟ البيك مو هون. وين بلاقيه؟ على النهر. طيب شوفك. الله معك. بلال؟ بابا؟ شو اللي بإيدك؟ أعطيني لشوف. بابا لو سمحت. انتبه على كلامك معي يا ولد، هات لشوف، لا تورطنا بمصائب. بابا انت منيح؟ ورجيني انصبط. أنا منيح. هي نتيجة اللعب بالمواس والولدنة. شو مو بالمدرسة انت؟ بابا المسا منحكي، اكيد ما اجي تسلم علي. انت رح تبقى ما هيك؟ رح شوفك عن قريب.